بسم الله الرحمن الرحيم. معنى ربنا فتح علينا بيه وربنا يرشدنا للحق والصواب والثبات في القول والفعل. معنى في سورة الفاتحة ربنا بيقول رب الكل، رب كل الناس على الأرض، رب اللي بيعبدوه واللي مش بيعبدوه. سبحان الله، الخطاب في القرآن لكل الناس، مختصش المسلمين مع انه كتاب المسلمين، بس عشان هو ملك الملوك وعارف ومطلع وعارف التوهة اللي احنا هنوصل لها واللي احنا فيها دلوقتي، خطابه معجز وخطابه واضح وخطابه مفهم للي عايز يفهم. وسورة الفاتحة يقرأها المسلمون كل يوم في كل صلاة، ولا تصح الصلاة بدونها. ولهذا معنى ومغزى، فقد أراد الله أن يصل هذا المعنى لكل الناس. الله يأمرنا كمسلمين أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولم يقل رب المسلمين. الرسالة التي يريد الله أن يوصلها للمسلمين الذين يتبعون كتاب الله، والذين المفروض يحق أن يقع عليهم قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحن لا نصل إلى معاني الله في كتاب الله؟ الله يقول رب العالمين، رب كل الناس، رب كل المسلمين، ورب كل النصارى، ورب كل اليهود، ورب من لا يؤمن لا بكتاب ولا عقيدة. الحمد لله الذي أضلنا بمظلته، والذي شملنا بعطفه ورضائه وعفوه ومغفرته. الحمد لله رب الكل وملك الكل، وهو الوحيد الذي سيحاسب الكل. معنى أتمنى من الله أن يصل في قلوب من يسمعنا، الحمد لله رب العالمين، أحسنوا الظن برب العالمين، أحسنوا الظن برب العالمين، واطلبوه تجدوه، واطلبوه تجدوه، واطلبوه تجدوه، إن ربي قريب سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.